بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أحبتي في الله درس جديد من دروس أخطاء شائعة عند تلاوة القرآن الكريم وصلت مع حضراتكم إلى سورة الزمر في الآية السابعة قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم يخطئ البعض فيقرأ ولا يرضى بدون مد الضاد يقول ولا يرضى لعباده ضل عباده هكذا وهنا مد الصواب مدها مد طبيعي بمقدار حركتين ولا يرضى لعباده الكفر هكذا أما يرضه فبدون مد صلة يرضه لكم لا أقول يرضه لكم هكذا نحن أكرر وأعيد نقرأ برواية حفص عن عاصم في الآية عشرة قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا يخطئ البعض فيقرأ يا عبادي بثبوت يا مفتوحة يا عبادي يا. قل يا عبادي الذين آمنوا والصواب حذفها وكذلك في الآية 16-17 وإنما وردت بالياء المفتوحة في الآية 53 من السورة نفسها قل يا عبادي الذين أسرفوا إذا هنا يا عباد أقف بدال ساكنة أمشي أستمر سوف تكون دال مكسورة فقط بغير يا يا عباد الذين آمنوا في الآية 25 قال تعالى كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب يخطئ من يقرأ فأتاهم بمد الهمزة يجعلها كأنها مد بدل يقول فآتاهم والصواب عدم المد تأمل الهمزة فوق الألف وليست مد فأتاهم في الآية 31 قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يخطئ البعض فيقرأ تختصمون بتفخيم التائين يقول تخطا تا تا خطأ تا هكذا حاول تفكك الكلمة ثم بعد ذلك ركبها حتى تخلص المفخم من المرقق تختصمون مع ملاحظة بتفخيم التاءين فتخرج قريبة من الطاء وأصاب ترقيقهما مع ملاحظة تفخيم الخاء بينهما والخاء هنا مفخمة مرتبة رائعة لأنها ساكنة والصاد مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة في الآية 38 قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة. انتبه يخطئ من يقرأ أو أرادني برحمة بفتح الياء، انتبهوا الموضع الأول الياء مفتوحة. هنا أرادني الله. الصواب سكون الياء الثانية أو أرادني برحمة وإنما فتحت الأولى في الأولى لمنع التقاء الساكنين فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم في الآية 46 قال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب يخطئ البعض فيقرأ فاطر عالم بالكسر فاطري عالمي وصاب أنها أنهما بالفتح اللهم فاطرة عالمة اللهم أربط أنا لما بعض المرات أكون مع الطلبة فتصير الآية هكذا شيء يعني فاطري عالمي أقول انتبه إلى كلمة اللهم الميم مفتوحة اللهم فاطرة عالمة فتعلم بأن الراء والميم مفتوحتين بارك الله فيكم في الآية 56 قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله هنا يخطئ البعض من يقرأ يا حسرة بكسر التاء يا حسرتي ويا بعدها يا حسرتي انتبهوا هكذا تاء مكسورة إنما التاء مفتوحة هنا والصواب فتحها وألف مقصورة بعدها يا حسرة على يا حسرة على وهنا أنوه أيضا إلى كلمة فرطت تذكرون كلمة بسطَّه في كلمة في في سورة المائدة هنا أيضا ممكن أنه يفخم الفاء فا فرا لأنه جاورة الراء وهنا أيضا ممكن أنه يجعل هذه فرَّطُ جعل هذه التاء طاء فإذا أنا آتي بإطباق الطاء وأنتهي بتاء مراققة فرَّطُ هكذا بارك الله فيكم في الآية 65 قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يخطئ البعض فيقرأ ليحبطن ولتكونن بمد اللام فيتغير المعنى وَصَافَتْهُ فتحها يعني أنه تقول لا يحبطن ولا تكونن فأصبحت نفي وتغير المعنى فإذا لا ي ولت وليس لا يحبطن ولا تكونن، انتبهوا هذا خطا. أقرأه مره اخرى لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سوره غافر في الايه الثمانيه قال تعالى "ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم" تقرأ عدن التي هكذا، انتبهوا كيف صارت انه نون مكسوره ونون مكسوره ثم لام ساكنه، "عدن عدن التي هكذا بارك الله فيكم وعدتهم بإدغام الدال في التاء" أه طبعا هذولا أه الدال والتاء من مخرج واحد ولكن مختلف في الصفات اذا متجانسين ادغاما كاملا هكذا وعدتهم وعدتهم مثل ما تاتي كلمه قد تبين هكذا وليس بقلقله الدال انتبهوا لا تقول وعدتهم وعدد خلص يعني هذا كلمه صارت ثقيله وغير مستساغه فاذا ادغاما كاملا وعدتهم في الايه 10 قال تعالى إن الذين كفروا ينادون يخطئ البعض فيقرأ الدال هنا مفتوحة يقرأها بالضم ينادون تبهوا أصوات فتحها ومثلها في فصلة الآية 44 ينادون الدال مفتوحة في الآية 37 قال تعالى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يخطو البعض فيقرا فاطلع بضم العين يقول فاطلع الى اله موسى والصواب فتحها اسباب فاطلع اسباب باء مفتوحه اطلع حتى انا لا اضم العين خطا اذا اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى سوره فصلت في الايه 21 قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا تقرأ شهدتم بالإدغام الكامل هكذا شهدتم كما تلاحظون أمامكم على بالصورة وليس بإظهار وقلقلة الدال كما مر معنا قبل قليل في الآية 29 قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين يخطئ البعض فيقرأ الذين بكسر بكسر الذال دائما تمر الذين الذين الذين, الذين. الصواب فتحها للتثنية اللذين الذال مفتوحة فانتبهوا بارك الله فيكم فإذا قرأت بالكسر تحولت للجمع وبعضهم يقرأ ليكون بحذف الألف وصواب إثباتها ليكون من الأسفلين لا تقرأ ليكون من ال... كأنه صارت بلا ألف ونون مفتوحة فقط وهذا خطأ في الآية 44 قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي يخطئ البعض فيقرأ بتحقيق همزتي أعجمي هكذا يقرأها أعجمي أو بقلمهما هاء يقول أهعجمي والصواب بتسهيل الهمزة الثانية اي بنطقها ما بين الفتحه والالف ولا يضبط النطق الا بالتلقي احبتي في الله وهو الموضع الوحيد الذي ورد بالتسهيل قولا واحدا. طيب فلننظر ماذا مكتوب في الحاشيه؟ لانه يجوز في الذكرين الذكرين، الله الله الان الان وجهين الابدال والتسهيل انظر تفسير لا هذا لا يخصنا. اذا هنا ننتبه الى كلمه أعجمي انتبهوا هذه العلامه التي هي الصفر هنا يعني المليان باللون الاحمر معناه تسهيل الهمزه الثانيه ان تقول اها اها خطا هذا خطا تسهيل الهمزه الثانيه اعجمي اعجمي هكذا ولا نقول اعجم بالتحقيق انتبهوا عليها وكما قال المؤلف هنا حفظه الله لا يضبط هذا الا بالنطق، لا يضبط هذا النطق الا بالتلقي والمشافهه، ضروري جدا التلقي والمشافهه احبتي في الله. في الايه 45 قال تعالى: ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يخطئ البعض فيقرا فاختلف بفتح التاء، فيختلف معنى فاختلف، والصواب ضمها فاختو لا تقرا فاخت، مضمومه التاء وليست مفتوحه. في الآية 57 قال تعالى: "إذا قومك منه يصدون" يخطئ البعض فيقرأ يصدون بضم الصاد يقول يصدون، وصاب كسره بمعنى يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي يصدون، ومعناه يعرضون، قاله النخعي وكسر الباقون، قال الكسائي هما لغتان. مثل يعرشون ويعرشون وبقية المواضع وردت بالضم كما في المنافقون ورأيتهم يصدون وهم أقف هنا أحبتي في الله على أن أكمل إن شاء الله في الدرس القادم سورة الشورى وما بعدها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم المصلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته